أتواصل معكم مشاهدينا متابعين الكرام، وتتوالى الأشواط شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم مع هذه التحديات المثيرة، مع هذه الانطلاقات الرائعة. شوطنا السادس مشاهدينا متابعين الكرام، من أعطت أشارة البدء به منذ لحظات وهو شوط خاص. شوط خاص باللقاية الابكار المهجنات الأصايل مع شوطنا السادس في هذا الاندفاع المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع الطليلية من قادة المجموعة حماد بن خليفة بن محمد الكعبي، من انطلق مع الطليلية على مقدمة هذا الشوط، تليها مع المركز الثاني أرهني نبال الحميدي بن سالم بن حمود العمري، والتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث أرى الشاهينية المبارك بن محمد بن مسفر بالقوبع، من يتابع انطلاق الشاهينية اللي تسللت مع المركز الثالث ورابع التحديات الشايبة لمحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت. الدور دور المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وخامس التحديات أرهني شقرة بشعار علي بخلفان بشاوي الأغفلي، من ينطلق مع شقرة مع المركز الخامس. سادسا أرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل من العنود لظافر بن حمد بن غدير الكتبي، ومع المركز السابع سابع التحديات أرهني بحور المبارك بن محمد بن دري المنصوري، بينما انطلقنا مع المركز الثامن بقرة بنت سرمد تتسلل في هذه اللحظات الأحمد بن محمد بن علي الدرعي، والانطلاق مع المركز التاسع في هذا الاندفاع المثير مع ترنيم المبارك بن سعيد بن سهيل الراشدي، ومع المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام أرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل لرسالة الحسين بن فرح بن تويم الإحبابي، من يتابع انطلاقة رسالة اللي تدخلت مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع البداية ومع المقدمة. وأرى الشاهينية اللي انطلقت بناموس هذا الشوط، مبارك بن محمد بن مسهر بالقوبع يتابع انطلاق الشاهينية، تليها مع المركز الثاني أرهني شقرة. أرى شقرة بدت أيضا بالانطلاق المبكر مع المركز الثاني لعلي بخلفان بشاوي الأغفري، والقدوم مع المركز الثالث نبا تتسلل مع المركز الثالث من المثيرة، والحميدي بن سالم بن حمود العمري، من يتابع انطلاقة نبا. ولكن الانطلاق القادم التحديات من العنود لظافر بن حمد بن غدير الكتبي، وأرد تسلل ما شاء الله تبارك الله. نتابع الشايبة لمحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت، ينطلق مع الشايبة مع المركز الرابع. خامس التحديات بحور لمبارك بن محمد بن دري المنصوري، والتسلل من الجانب الآخر عريب تتسلل في هذه اللحظات، وعايد بن محمد بن بدر السعيد الشمري. نتابع المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى القدوم في هذه اللحظات من الطليلية لحماد بن خليفة بن محمد الكعبي، والانطلاق القادم التحديات القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن أرى الذيبة لسعيد بن محمد بن ذويب العامري، ومع المركز التاسع التحديات أرى هني أيضا القدوم من وعد لسيب سهير بن خيره
العفاري ومع المركز العاشر، مع المركز العاشر وصلت الرقود للدكتور سعيد بن سالم الشيخ من يتابع انطلاقة الرقود. هذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة للمرة الثانية. أكمل النداء مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع صدارة هذا الشوط، مع البداية، مع المقدمة، مع اللي تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط. سقرة لعلي بخلفان بالشاوي الغفلي، من يتابع انطلاقة شقرة. المركز الثاني أرهني رمانة حمد بن عبد الله المسند تتسلل مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. القدوم والانطلاق المثير من العنود لظافر بن حمد بن غدير، من يتابع انطلاقة العنود. ومن الجانب الآخر التحديات البحور لمبارك بن محمد بن دري المنصوري، ننطلق مع المركز الرابع والقدوم والانطلاق المثير الاندفاع القادم. نتابع وعد للسيب بن سهيل بن خيره العفاري، من يتابع انطلاقة وعد اللي انطلقت مع المركز الثالث. رابع التحديات نتابع متعبة ليحيى بصغير بن قنول من يرادة الاكتبي، ما شاء الله يفاجئ الجميع بمتعبة ما شاء الله تبارك الله. ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع شقرة اللي يار الشوط من ذي البداية. علي بخلفان بشاوي الغفلي يتابع انطلاق شقرة، أظن هي الأقرب لناموسي هذا الشوط مع هذا الاندفاع المثير. ولكن أرى متعبة مع المركز الثاني يحيى بصغير بن قنون بن يرادة الاكتبي، من يتابع انطلاق شقرة. وشعار بن دري المنصوري يتسلل مع المركز الثالث، بحور مبارك بن محمد بن دري المنصوري. وانطلقت شقرة، بعدت المسافة ما شاء الله تبارك الله. شقرة وبحور ومتعب أيضا مع المركز الثالث الكوكب الثلاثية على مقدمة هذا الشوط. شقرة تنطلق، بحور تحاول، متعبة تترصد للجميع أيضا مع هذا الانطلاق المثير. اللحظات الأخيرة، شقرة بحور اللحظات الأخيرة والمعركة ما شاء الله تبارك الله. ولكن شقرة سلام فريق المعلة، اسعدت صباحا تهانينا لعلي بخلوان بشاوي المركز الثاني، بحور مبارك بن محمد بن دري المركز الثالث، تاتي متعبة يحيى بصغير بن قنون من أرادة المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، تاتي العنود المركز الرابع الحذر لمحمد بن راشد بن حمد البريصل المري، والمركز الخامس كان الدخول جماعي. مشاهدينا متابعينا الكرام، عود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول شقرة إلى خط النهاية 7 دقائق 33 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بخلفان بشاوي الأغفري، سلام الفلي سلام، وسعدت صباحا مع الأداء المثير اللي قدمته شقرة. بحور تاتي مع المركز الثاني 7 دقائق 33 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمبارك بن محمد بن دري المنصوري، ومتعبة تصل مع المركز الثالث بشعار يحيى بصغير بن قنون بن يرادة الاكتبي. متعبة تاتي بتوقيت الزمني مقداره لحظات وصول متعبة مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعين الكرام، تأتي بتوقيت زمني مقدارة 7 دقائق 34 ثانية و8 أجزاء من الثانية. التهاني ليحيى بصغير بن قنون بن يرادة الاكتبي، تهانينا للجميع والناموس. هكذا مشاهد